حييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. اليوم صنفنا هو فريكي. فريكي بقطع اللحم، قطع اللحم على شكل قلب فتاك. رح نشوف كيف نقدمها، وهي وقت اللي بكون فيه مناسبة منسويها معنا هالأكلة يلي هي كتير كتير طيبة. شو بدنا بالأول منشان الفريكي؟ بدي 800 جرام لحمة أو 700، يعني الكمية 5 أشخاص. بصل مفروم خشن، بصلي كبيري أو 200 جرام. فريكي نص كيلو، وهلا بدي أعلمكم كيف التصوير لإلها. لحمة مفرومة خشن دور واحد 300 جرام. كاجو 70 جرام. سمنة بدي بحدود 40 جرام، بدناش كتير، 30 نستعملهم بقلب الفريكي، وعشرة من شان اللي فيهم يلي هني نسوي الكاجو على الوش. ثوم بدي 30 جرام. ملح بدي حوالي 15 جرام. بهار أسود حلو بدي ملعقة صغيرة. كزبرة يابسي بدي ملعقة صغيرة. كزبرة خضرة بدي باقة. وبنا لقلون كمون اللي هي بيروح معها هالأكل، كمون. فينا نحط كمان رشة كراوية، كمون كمان بدي ملعقة صغيرة ونص. أهم شيء بعملية الفريكي، في ناس ما بيستعملوا اللحم المفروم، بيستعملوا فقط اللحم القطع الكاملة، وبيستعملوها قطع عادية اللي هي مدورة تزبط، ما في أي مشكلة. فينا نستعملها من لحم الضاني أو منستعملها من لحم العجل، يعني اثنين صح، كل شخص حسب ما هو. وفينا نسويها مع الدجاج، ولكن كمان يفضل أنه يكون معنا شوي صغيرة من اللحم يلي هو بيكون طري ومع عظمة. العظمة بتعطيها خواص للأكلة يلي منكون عم نسويها فيها. هلا اول شيء بدنا نعلمكم، اول شيء بنرحب بالست هدى، وبدنا مواد عطريه للحمه، مواد عطريه للحمه لتطلع طيبه كمان ونكهتها معها. كيفك ست هدى اليوم؟ منيحه. هلا اهم شيء بدي اعلمكم كيف التصوير. نجي منحط الفريكي بقلب وعي. منضيف عليهم ماي. منحركهم بملعقة. وعلى ضوء أول تصويلي بعرف يا بكمل تصويل أو بقول خلص الفريكي نضيفة. هلأ صارت عم تجي بشكل عام الفريكي نضيفة لي، لأنه صار في شركات إلى ماركة معينة إلى اسم عليها ما بترضى عفوا ما بترضى أنه تكون الفريكي في بقلبها حصة أو رمل بتسويها. ولكن بالأول كانت تجي الفريكي ضمن كياس 25 كيلو أو 50 كيلو، وبيعبي الشخص منها. الفريكي أنا نعرف شو هي، هي قمح، قمح نضج بس بعد ما يبس على أمه، نقطف ونعمل على النار احترق شوي صغيري لنشف تفهم بقوة لهيك نصول. هلا قبل ما اكمل على الاخر، هول على الوجه بكبهم، هول على الوجه بدي كبهم. هودي اللي هني قش على الوجه كمان الفريكي، كمان بشيلهم بكبهم وبرجع بيجي بكمل. هلا برجع للماي.
هيك بدي يصيروا يروحوا يجوا. هذا هو التصوير. حتى البرغل هل بتشوفوه للتبولة والكب النية كانوا من زمان كمان يصولوا، كان يجي كمان يكون في حصة. ها شوفوا هون أهم شيء بالآخر، هيك هيك بيجي. أنا لا هقول بعده بيجي، اعطيني وعي اعملي معروف هدى. هلا انضاف بس بدي فرجيكم، او هون احطهم بهاي هي اللي كان فيهم فريكي، بدي فرجيكم انه انضاف وما فيهم اي حصة. خلصت، ما فيهم اي حصة، حطيتهم بهاي معناتها انه صار فيي اشتغل وصار منيح. لنفترض هاو طلع فيهم رمل، طلع فيهم حصة، مجبور اعمل هاي الطريقة 4 مرات مجبور لأتأكد مزبوط ما فيها حصة ابدا الفريكي وكتير منيحة. هلا بحطها هون وهلا برجع بصفيها وبشتغل فيها. صفي لنا اياها من اللي معروف هدى. هلا هون كمان معش بدي هالطنجره عفوا لنشتغل بالفريكي. الفريكي حط بالأول شوية سمنة جولدن بليت، برجعش لتحمى شوي. اللحمة ما فيها شيء، لا ملح ولا بهار. بنحمي السمنة بدها تحمى. بس تحمى بالطنجرة. طب بدي نقلهم على هاي. اللحمة. ضيف دغري. قطع اللحمة بس يحمى السمنة. يحصفي أو صفيتيهم؟ يحصفي. خليتيهم هيك، بنحطهم بالسفاية. بنصفي الفريكي مزبوط من الماي. لا منظمي صفيتيهم ومنحطها على حدا. هون كمان نفس الشيء، ما من ممنوع التكبيس نتركها شوي تبين عن جناب ونرجع نبرمها. مزبوط. هيدي الشيف كان عمر طلبها منا، نعطيه الرسات اليوم عملناها. هلا ني بيشوفنا عمر ويلي كمان بحبوا يساووا الفريكي اليوم. اوكي تتساوى بطريقتين، فينا مع هاي اللحمه او بدونها. برجع بقول لحمه المفروم الخشن فينا نسويها فيها او بدونها. هلا وقت بنسويها فيها اتقل شوي بتصير. يلا ليبيون، ونحن هدفنا ليش هدف القلي؟ الهدف من القلي انه انا عم غلف غشاء اللحمة، غشاء اللحمة لخلي أكبر كمية من عصارة اللحمة وغذائها موجود بقلبها، وقسم منها بيصير بقلب الماء. يعني هذا هو الهدف. نحضر حالنا للماء.
امبارحه شاف اجاني سؤال اجاني سؤال امبارحه ماشي الشيء اللي حطي هون مهضوم مش على التلفزيون تتبيلة راس النيفة حلو لا سؤال مهم هذا دينا عمي كم منحطهم هيك برجع ثلاث قطع هلا ليش عم تطرطش لنعرف مش السمنة اللي عم تطرطش جولدن بليت اللحمة فيها مي دايما اللحمة لو عملناها هي فيها مي بس تنتف صغيرة تخف الماء النار عنا دغري بتنزل شوية مي هالمي اللي بتنزلهم هي اللي بتصير تفقع وتطرطش كانت في صغير وبنبلش بالحلول بنحط ماي قلنا ماي هون دوري النار لبيه نقلب اللحمه للقسم الثاني مثل ما قلنا مش ضروري تاخد لون كتير بهالوقت انا رح افرم التومات هلا التوم كل مره بنعلمكم كيف عم نفرمه هالمره بنفرمه لطريقه كيف بيسووه للفريكه جيب الحص بعمله هيك للفريكي هيك بنسويها بكبسها على السكين مش على السكين يا بطيخ بنعملها بهالطريقة اللي بيحطيهم هون يا هلا شوفوا شو بنعمل بنفس السمنه وبضيف شيء بسيط عليها من هاو بتصير لكل اكله خلص ما بقى رجع نستعملهم هاو زدنا سمنه جولدن بليت بنضيف البصل مفروم خشن بنحركه وقلنا البصل المفروم خشن منيح للي بعده نبلش بالمصلحه جديد بالاكل يعني بنقلبها رح ارجع للثوم بنسويهم هيك فينا نبلش ناخذ اتصالاتكم يلي بحب يتصل بمطبخ الشيف انطوان عبر شاشه التلفزيون لبنان الو 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 بونجور الله يعطيك العافيه يا سيف الله يعافيك كيفك يا ام احمد الحمد لله يا عم اشتقنا لك يا ام احمد احنا بالاكثر يا سيف منيحه الحمد لله سيف بدي اسالك بالنسبه لمرج القشطه شو؟ بدل العشطة؟ ايه انا عم بعمل لها فركة الكتافي بالبيت عم بستعمل لها الفركة نعم ايه بس حبة السميد عم تضل شوي تقرش فين حط طحين فرخة بدل السميد للفرك؟ تزبط كمان او خلطيهم مع بعضهم يعني ثلاث ارباع يعني ثلاث كبايات طحين فرخة اثنين سميد انا عم حط 500 جرام سميد ب 250 جرام طحين طحين عادي لا مش طحين عادي استعمل طحين فرخة يعني خليني على 500 جرام سميد 50 جرام طحين فرخة لا فيكي تطلع طيبة معي كمليون ايه؟ العكس كتري طحين الفرخة وقليل السميد تزبط معي وضلني على باقي الكمية هي الزيت عم حط نص كوب سمنة نص كوب قطر ربع كوب حليب بودرة ثلاث ارباع كوب مظاهر ثلاث ارباع كوب موارد منيحة لا مظاهر شوي كتار قليل المظاهر وزيدي محلهم موارد وحطي معهم مسكي حبتين ايه نعم طيب عندي سؤال اذا بدي احط لها قشطه طبيعيه نعم قديش بدي الكميه تقريبا لصينيه 28 سم
صينية 28 بكلفك نص كيلو شوي. نص كيلو يعني 600 جرام بتاعي. نعم بتحطها مثل ما هي القشطة أو بخلطها مع حليب ونشا؟ لا بدي أشيل قشطة جاهزة جبتيها. نعم القشطة جبتيها جاهزة. ايه نعم جاهزة. ما بتخلطيها مع شيء أبدا. ما بخلطها مع شيء. لا دغري مثل ما هي بحطها فوق الفرق. مزبوط. ايه نعم أنا ممنونتك يا بس عم برجع بقصد إن القشطة مش كريمة جبتي خالص. لا لا قشطة طبيعية. قشطة من أوكي. لا ما منزيدها شيء. أوكي شكرا لك. تكرمي أهلا وسهلا فيكي. حلو البصل خشن. هلا هلا إذا ما بنعرف نفرم نقول هو لازم يكون خشن. لازم يكون خشن. قلينا البصل بنضيف عليه اللحمة. مش التوم. ايه اللحمة هون. منقليها على نار قوية. هي نار قوية منيحة. وهون عندنا ناطرين لتطلع شوي زفرتها اللحمة. شوي صغيرة بيطلع لها مش كتير. ونضيف لها بعد شوية مي. في حد يحطي لتغم اللحمة. ايه خلص يلا مع شحر زيت. هلا هون بنضيف شوية ملح للحمة وبناخد اتصال. الو. الو مساء الخير. مساء النور. كيفك يا رمضان؟ ماشي الحال يا اهلا وسهلا فيكي. ايه الحمد لله رب العالمين. بدي اطلب. نعتذر قطع الخط. هلا هون احنا شاف ما ننطر شوي الزفرة شوي تطلع. شوي صغيرة تطلع بشيلها لنضيف المواد العطرية. وهون نفس الشيء اللحمة لنبطل نشوف فيها اللون الزهري. اوكي ساعتها بنضيف الثوم والكزبرة سوا وبنضيف الفريك يعني صارت دغري. اوكي على التركيب بهالنطرة. شوف تتبيلة راس النيفة. راس النيفة يعني اول شيء راس النيفة بده دق. ناخد اتصال. الو. الو بونجور. بونجوريني اهلا وسهلا فيكي. معك مدام خوري. اهلا وسهلا فيكي مدام خوري كيفك؟ ماشي الحال يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيكي الله يعافيكي. ولو بدي اطلب منك طلب اذا في مجال تبقى تعمل لنا السوشي قدامنا لنتعلم كيف تنعمل. ايه تكرمي احنا عمل انا هلا راجع. اوكي ويا ريت تبقى تقول لنا اي يوم منشان بس لا لا مش قادري لتخلص جولدن بلايت لانه بالسوشي ما فيش جولدن بلايت. اوكي في إيه. وقت يعني ايه في وقت لا تخلص الالارات. نعم نعم ميرسي. تكرم عينك اهلا وسهلا فيك. تكرمي. هيدي يلا مدام خوري. هاي اللحمه راح منا اللون الزهري. بس يروح اللون الزهري ساعتها ضيف عليها الثوم يلي مكبوس كبس ومفروم. بس هنحطهم بهالشكل يعني نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة. حلقتنا المباشرة وهلا نقلت أنا بغيبتكم شوي بالبريك الطنجرة من هون لهون لأنه النار أقوى. بس هي هي العملية هذا هو ولا بس بنحط مرقة تكون أقوى. هلا بصل سمنة جولدن بلايت حطينا رجعنا لحمة مفرومة خشن 300 وفينا نسويها بلا لحمة بس مش كتير الكمية هي 300 لخمسة أشخاص. وحطينا فوق منهم ثوم مفروم. هلا بضيف فوق منهم الكزبرة الخضراء نحركها مع الكزبرة ومناخد اتصال جديد. الو.
الو 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 بونجور. الو مرحبا، كيفك شيف؟ كيفك يا عدل؟ كيف الحال؟ كيف صحتك؟ كتر خير الله. منيحة؟ منيحة. شو عجبتك الفريك اليوم؟ شيف انطوان؟ نعم. عم تعمل دعاية للجولدن بليت. نعم. أكيد بدك تعملنا معمول من بهيدي السنة. أكيد بنعمل لك معمول فستق الحلبي وبالجوز وبالتمر. أوه. راس التمر. هيدي أطيب من الزبدة على الحال؟ لا بنخلطهم مع بعضهم بكره بتشوف. أنا الآن بستعمل الدانش على طول. وهي منيحة كتير، مين منيحة؟ منيحة؟ نعم. منغير. شيف انطوان؟ نعم. عيد مار يوسف، لو بتعملنا شيء على العيد، عيد مار يوسف بالجولدن بليت قبل العيد الكبير. تكرمي، اهلا وسهلا. معلش؟ ايه معلي، تكرمي. عدل مثل شو يعني بدك على مار يوسف؟ بدها شيء جاتو، ما انا فهمت شو بدها. عدل؟ عدل راحت قطع. منجيب الفريكي، تكرمي عدل، بنعتذر انقطع الخط. مغسلة بس مش منقوعة، منحطها فوقهم ومناخد كمان اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحب تاني، أهلا وسهلا فيكي. كيفك شيخ أنطوان؟ ماشي الحال. منيح؟ ايه كتر خير الله، انت كيفي؟ معك أم جورج. كيفك يا أم جورج؟ الحمد لله نشكر الله. شيخ أنطوان. نعم. بدي في صفوف طيب وفي صفوف أطيب. مزبوط. بدي وصفة الأطيب. تكرمي. يا بخاطرك. ميرسي، تسلم. تكرمي يا ام جورج. حطينا الفريكي فوق الكزبره، هون حطينا مواد عطريه، وحط ملح مع اللحمه. بنحط ملح البفتيك هلا، هون كمان ملح بس ما بكتر كتير، لانه يعني نحط ميه البهار اسود حلو. كمون ناعم وكزبرة يابسة، نخلطهم مع بعضهم. ناخد كمان اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور يا شيف أنطوان. أهلا خي بطرس، كيفك؟ طمني عنك، ان شاء الله صرت منيح، حياتك صوتك منيح. يعني ما كثير، بعدني جاي من عند الحكيم هلا. يا سلامة قلبك. من اول هلا وصلت. يلا مع الناس كلها مقربة على روايح والزبالة الموجودة على الطرقات. عم نتنشأ ليلا ونهارا. هذا الحق معك مزبوط. ابدا، هذا رح يقتل العالم كله سوا. مزبوط. ما قتلونا بالرصاص، عاد قتلونا بالزبالة. مزبوط، مختلفين ببعضهم، دايرين علينا فيها الزبالة. نعم نعم نعم، هذا المزبوط. شيف أنطوان كيف صحتك أنت؟ منيح منيح كتر خير الله. بس أنا بطمن عنك. ميرسي. وسلامة قلبك يا بطرس، وانبسط بصوتك الحلو، سلامة قلبك. ميرسي كتير شيف أنطوان، طول عمرك. تسلم حبيبي يا بطرس. باي باي. باي. يا. هون ضفنا لإلون. يلا بنجيب المرقة، نجيب كبشة، ومنحط مية اللحمة عليه. يلا حطي له. حطي حطي خلي. ناخد كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجورين. وحياتك شيف أنطوان، بدي أطلب منك، بدي أسألك سؤال. بخاطري. إذا أنا عملت كمية سوشي وما خلصوا. نعم. البقوة شو يفضل ينعمل فيهم؟ بينكبة وبينحطة بالفريزر أو شيء هيك؟ هلا أنا أول شيء بكشوفي شو حطة بقلب السوشي، إذا في سمك أو في قريدس أو مول. سالمون. يا بك تاكليهم أو بك تكبيهم. إذا حطة سومو بقلبهم. كمان سومو. أوكي. هلا اذا حتى افوكا حتى طون حتى من هيك بيمشي يضلوا او بتفرزي. ما هي انا شو بعمل؟ انا بحط مع النوري الرز والسمو وبحط معهم افوكا. نعم. ايه بس لخبرك لا، لانه القريدس والسمك يمكن ما يكون كتير طازه كتير انت بس حطيتيهم. هلا اكلتي منهم مش هالحال، ما انضريتي، بس اول شيء ضلوا ساعتين ثلاثه محطوطين على الطاولة وما حدا أكلهم، زادوا انضربوا أكتر،
ترجع بتيجي بك تفرزيهم أو تحطيهم بالبراد ما بيهدوا بصير يضروا مرة تانية إذا بتاكليهم يمكن يصير في إسهال. طيب سؤال تاني. نعم. آه معقول إنه إذا أنا أكيد إنه الصمون اللي جايبتها تازة معقول أعمل سوشي ودغري حطهم بالفريزر وإرجع بس بدي أشيل وأكل؟ فيكي. أوكي ماشي كتير. تكرمي أهلا وسهلا فيكي. تكرم عينك. هلأ هون منغطيها ده الفريكي عم تغلي على نار قوية. الفريكي ما منحط لها ماي مثل الرز، شايفين على قدها دغري، منغطيها مننقلها على نار خفيفة ومنغطي اللحمة لتستوي مزبوط. يمكن صغير هي. كل شيء ني بالصومون والمول والأريدس إذا منه طازة كتير بيصير خطر يعني، وما في أعرف أنا يمكن يكون الصومون أو أي شيء عم بيستعمله من المول أو أريدس يكونوا أساساً مجلدين وحلون وبيعونا إياهن، جينا نحن استشتريناهن على أساس طازة لأنه هني بيهمون يبيعوا هيك، بيجي أنا بفرزهم مرة تانية وبيكونوا قعدوا بتحضير السوشي ساعتين ثلاثة لإجا واحد أكلهم تضرب هون ساعتها بتصير منا صحية كتير. هون عنا أصبح الفريكي على نار خفيفة تركناها بتصير تنبت وتستوي. برجع بقول أهم شيء بالفريكي إنه التصويل. هلاني بهذا الكيس أكيد مش هنعله على الهواء، عرفنا إنه الحبوب معقمة ومصولة ومنشفة، فينا ساعتها منصير مرة تانية على الأكيد نشتغل فيها. بس أنا بضل وقت ما تشتروا فلت أو ماركة مش مجربينها قبل بمرة على طول صولوا لأول مرة الفريكي، بنشوف إذا ضل في شي بسيط بالكعب نضيف ما بنستعمل شي، وإذا ضل شي بسيط فيهم حصة لو وحدة صغيرة أو شوية رمل أو المي معوكرة فيهم بالكعب ساعتها لازم يتصولوا ويرجعوا أربع مرات. هاي اللحمة أوكي بدنا راس النيفة. بعدك ناطر راس النيفة، لنشوف راس النيفة تبول شوي. بس أصلاً شايف منبلش من الأول، يعني نحن بنشتري من عند اللحام بنقول له بدنا راس نيفة. مزبوط من الأول. أوكي. هو بيعطينا إيه بده غسيل مزبوط. اعتبروا هيدا راس النيفة. اعطيني ورقة بنعتبر هلا بنعمل جيب لك بده غسيل مزبوط. شو انا شو انا ساحل لجيب لك راس نيف هلا دغري يا هدى؟ بده تشوشط على الغاز ولا لا؟ هيك حال. هلا في شغلتين، اذا لحام جرمه ليمشي مع السجق اوكي والمقاني لا ما بده تشوشط، بس اذا كان مخلي لحمته فيه بده تشوشط. بده تشوشط وشايل بالسكين وتصوبن، وبعدين فرك بالرماد والحامض والملح بيتغسل بيتشطف. يعني طريقة تحضيره مثل المقادم هون بالحقيقة. هون مثل المقادم. أوكي. بس كمان في شغلة كتير مهمة لراس النيفة. هالراس بجيبه هون سنانه، هون نعتبر هون سنانه، نقلبه هيك وبدقه دقه على تمه. هلا مش حيوجع هو بس لاي بركي كان عنده برونشي مادة مخاطية ملزقة بمناخيره لازم شيلها، لأنه إذا ما شلتها بتأثر على النكهة بقلبه. اكتبه بتأثر على نكهة الراس النيفة. بدي دقه هيك دقه ما. يمكن ما يطلع ويمكن يطلع، بس بدقه برجع بغسله. هلا لأخلط في خلطة بنسميها لراس النيفة. الخلطة بتقول منحط ربع ملعقة صغيرة بهار أبيض مع نص ملعقة صغيرة ملح مع كبشة قرنفل رشي أقل يعني على راس السكين، بهار أسود حلو شوي على راس السكين،
ارفي نعمي شوي على راس السكين، برش جوز الطيب برشتين ثلاثة، كمون ربع ملعقة صغيرة، بينخلطوا كلهم سوا مع بعضهم، كبشة قرنفل لازم نعم عرس، بينخلطوا كلهم سوا، وفي كمان زهرة اليانسون، زهرة زهرة اللي هي بيكون مدورة، مطحون منها ناعم شوي صغيرة كمان مخلوط على رأس السكين، كلهم سوا مخلوطين مع بعضهم، وبفرك فيهم. من بعد ما افركوا لرأس النيفة بالأول بشقفة حامض بتركوا 10 دقايق، برجع بجيب هاي التوابل مع الملح برش عليها وبفركها مزبوط معها، بحطه بورقة ألمنيوم، تبهوا بورقة ألمنيوم، بحط معه نقطتين زيت، بلفه على بعضه مزبوط، بحطه بصينية، بحطه بالفرن، بده بالفرن تقريبا حوالي 2.5 ساعة، وبيطلع عندي راس النيفة. وهلأ في طريقة تانية كمان بعلمكم عليها. بناخذ اتصال جديد. ألو ألو بونجور. بونجوريني، أهلا وسهلا فيك. كيفك شيف؟ ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. مين معي؟ مروان معك. أهلا وسهلا فيك مروان، كيفك؟ الحمد لله. بدي أسألك من فضلك، هديك المرة كنت عبتعطي مقادير البرجر بالتونة، ما لحقتك على الآخر، فيك ترجع تذكرنا فيها، وخاصة البهارات قدي المقادير تبعها؟ تكرم عينك. مرسي، الله يكرمك. تكرم حبيبي. كمان ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور، كيفك شاف؟ ماشي الحال. من يومين حكيت معك اسمي عمر، متذكر؟ ما الفريكي لإلك يا عمر. شكرا على زبطك هديك المرة، قلت لك على الفريكي اليوم طبقتها. اليوم عم نطبقها. انت طبقتها عمر؟ نعم. ايه وانا عم طبقها كمان. يلا نحن وياك سوا. شكرا على الزبطة يا عمر. ميرسي عمرك معي. ميرسي لإلك بخاطرك. انت بتحبها للفريكي مش هيك؟ راح الاتصال. كمان ناخذ اتصال. الو الو. كمان انقطع الاتصال الجديد. هلا هون شوفوا كمية كتير قليلة من المي مع المواد العطرية مع قطع اللحمة يلي بتطلع كتير مستوية، بتكون مستوية منيح. ناخد اتصال. الو الو، مرحبا. مرحبتين، على وسهلا فيك. كيفك؟ معك الشحرور من العكار. يا اهلا وسهلا بالشحرور، خمنتك شحرور الوادي انا. بدي اسألك وحيدك شيف رمضان، هذا التوم تبع الدجاج علمت عليه ما عمله بالمكنة ما يطلع كتير ناجح، مع زي البيض بحط زي البيضة معه. نعم. قديش بيضاين بالتبروير بنحطه بالبراد من تحت؟ ده بيضاين بيضاين شهر شهر. نعم اوكي، ممنونك كثير. بس سؤال سؤال، ايه انت اسمك الاساسي شحرور او لا لا بالشحرور؟ هذا لبق بلقبوك، عندك صوت حلو هيك. لبق الشحرور. يا اهلا وسهلا فيك. ممنونك يا شيف عطار. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. لنشرح الطريقه الثانيه براس النيفة. عفوا. من بعد ما نعمل كل الاحتياطات الاوليه يلي حكينا عنها مع الدق، لازم ندق، وبنقول يا اما مع الخديدات بيقولوا لهم تبع الخروف، بتلاقي الغنيه بوستك على خديداتك ووستي لي خديداتي، ايه بده ساعتها تشوشط على النار، بده فرك بالسكين، بده فرك بالحامض والملح والرماد وتنظيف مزبوط. أو دق للمادة المخاطية الموجودة بتكون بالمنخار. هلا الطريقة الثانية، بنحطهم على النار وبنسلقهم مع مواد عطرية مبحبحة من بصلة، جزرة، ورقة غار، وقريان، في كبشة قرنفل، عرق من إكليل الجبل، بطلوع بقدونس، ورقة كرافس، وبتركهم تقريبا شو ساعة وثلاث أرباع ليستوي ثلاث أرباع النضج. شيلون شيلون اكيد ملح ما ننساه. هاي الخلطه من تبع التوابل عمبو جديد، كمان بجيب الحامضه بفركها، برشهم بهاي التوابل، بحطهم بورقه الالومنيوم، وبحط مع شوي من زومون مع الصينيه، بلفها للورقه مع بعضها، بحطها بصينيه، فوتها على الفرن نص ساعه،
بحط معها كمان عفوا حصين توم مدقوقين مع الزوم، فوتها على الفرن نص ساعة وبشيلها، كمان يطلع معي النيفة طيبة. وهيدي طريقة تانية للنيفة، وأكثر الناس بيستعملوا هاي الطريقة. يعني توقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة. منتابع حلقتنا المباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. يلي انضموا لنا هلا، في عنا هون الفريكي عم تنبت مثل ما بيقولوا على نار كتير خفيفة، وعنا هون بدنا دائما هاي إلى غطا بلاستيك بيتحمل حرارة فيها نمسك فيه، وهون نار كتير خفيفة كمان على قطع اللحم. شو بيتقدم على الفريكة؟ مش حسيت، ما بعرف، حسيت لأنه شوي ناشفة. لبن لبن ايه بدها لبن يعني. اوكي، بس ان اللبن بيعرفوه يعني، مش نجيب لبن. اوكي اوكي. او سلطة لا ما بيروح. لا سلاد لا، فاذا لبن. لبن. ناخذ اتصال. الو الو الو. بونجور بونجور شيف انطوان. بونجوراني، اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ ايش الحال؟ شيف انطوان بدي اعزبك. نعم. الو. نعم عم بسمعك حبيبي. بدي خلطة الطاووق بس مش مع اللبن. هلا اساسا خلطة الطاووق مش مع اللبن. مش مع اللبن. اساسا ما فيها لبن. حسب السوبر ماركت بحطوا له لبن. السوبر ماركت انا بيزعلوا مني. بيكون لا مش مشكله، بيكون قريب اللبن لينتهي مته. بيجوا ليرجعون ارتجاعي، بيقولون يلا خلوهم استعملوهم، بيستعملوهم بس بيكون ما انتهيت مدته. يعطيك العافيه. معهم بخاطرك بخاطرك. بنجيب سطوره الدجاج او فروج كامل. كمان ناخذ اتصال مش عم نشرح. الو الو الو. بونجور بونجور شيف. بونجور. بحياتك. البصل حتى يطلع مقرمش فوق المجدرة كيف الطريقة؟ زيت كتير أو زيت كتير؟ نعم. وبتفرمي للبصل جوانح رقيق؟ نعم. لتيب شوية طحين؟ نعم. وقلي بالزيت على نار شوي قوية؟ نعم. بيطلع معك بقرمش. طيب بكتير. بخاطرك بخاطرك. نرجع شوي للفريكي. لا مش الفريكي، الطوق. لا قبل شو كنا عم نشرح؟ النيفة. لا بلا النيفة، راس النيفة. راس النيفة كمان اللي بده حر، انتبهوا هاي ما ذكرناها، اللي بده حر ساعتها بيخلط بقلب الخلطة أنا الإخرانية اللي حكيت عنها. كمان على راس السكين أو أكتر شوية، مرتين على راس السكين بحط بابريكا، وبيحط كمان على راس السكين بودة تشيلي أو أكتر كمان مرتين. هذا اللي بده اياه حار، يعني بيكون لونه مايل للون الحار يلي هو الاحمر يلي بنعرفه على طول. شايف بس الصوص تبعوله يعني هلا بيخلص راس النيفه بنقدمه على الطاوله. ايه. الصوص تبعوله. برافو. من الزوم يلي طلعوا، من الزوم يلي طلعوا او يلي صاروا بالصينيه، بندق توم بنحطهم معهم وبنغليهم على النار، بغليهم على النار حوالي 6-7 دقائق. برجع بصفيهم بحط معهم من التوابل زيتها، بده حر مع حر بالتوابل زيتها، بخلطهم معها وبروح وشوية زيت زيتون على الوجه وبروح هذا الصوص معها. اوكي شغلاتك مهمة. شيش طاووق، شيش طاووق ومنسكب. شيش طاووق على أصوله أنا عم بشرح لكم. منسحب الفروج إما كامل أو سلورة الدجاج، كل شخص حسب ما هو بيحب. ودق توم لكيلو من صدر الدجاج او الفروج، لانه الفروج اذا بسحبه بيطلع 800 جرام تقريبا 900 اذا وزنه كيلو ونص. بقطعه دق حوالي 30 جرام ثوم ناعم، دقهم. ضيف لهم حامضتين كبار او ثلاثه صغار، ضيف لهم فنجان قهوه من زيت الزيتون، 5-6 حبات نقط تباسكو هوت صوص سيلي بس ما بتعطي طعم الحر بهاي للكيلو، وبضيف ملح ملعقة صغيرة وربع، وبهار أبيض على راس السكين مرتين، بخلطهم مع بعضهم مزبوط. وهيدي أساس نقعة الطاووق، أقل شي لازم ينقعوا 12 ساعة بالبراد. يلي بده طاووق أحمر إما بضيف عليهم رب البندورة أو كاتشب، أو رب البندورة مع حر أو كاتشب مع حر، وبينقعوا بنفس الطريقة. هلأ الطاووق ليطلع طيب بدنا نشكه بالسياخ، محل ما بيكون في شقفة طويلة بلفها على بعضها وبشكها بالسيخ
ما بخليها مدندلة وتلقلق، إما بشوي على فحم قوي، إما بقلي على قليل من الزيت نار قوية، بلش إذا بدك نار قوية، أو على جريل كمان نار قوية، كمان نار قوية، برجع بشيلهم بحطهم بصينية كله أي طريقة منهم، فحم أو جريل أو قلي، برجع بحطهم على صينية الزوم المنقوع فيه إن كان على أحمر أو أبيض، بخلطه بضيفهم عليهم، بغطيهم بورقة ألمينيوم، بحطهم بالفرن 6 دقايق فيطلع الطاووق طيب ومسخسخ. ناخذ اتصال جديد. ألو 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 بونجور بونجور شيف أنتوان بونجورين يا أهلا وسهلا فيكي معك رولا رولا؟ نعم أهلا وسهلا فيكي ست رولا. بدي أسألك للسلق بينطبخ بلحمة نفس الشيء مثل السبانخ أو ما بيزبط؟ مبدئيا بيزبط بس مش عاملينه لنكون صريحين، بس ما في شيء بيمنعنا. نعم بس أنا مش عامله صريح ومش دارج، بعرف السلق ضلوع للطحينة وهوديك للقاطع، بس إذا لفيناه بحشوة مثل لحوة مثل حشوة الورق على العنب ما في شيء بيمنع. نعم ما في شيء بيمنع، بس بدك تقليلهم للي عم ياكلوا إنه هالمحشي سلق باللحمة، لأنه بشكل عام معروف إنه المحشي سلق بلا لحمة. لا لا مثل ما بنطبخ السبانخ ورز يعني قصدي. سبانخ ورز ايه بيصير ليش لا؟ بيزبط؟ بيزبط وبيطلع طيب بيطلع طيب بس غير نكهة السبانخ كليا. نعم لأنه مايع شوي على حلاوي هو أكتر. نعم على حلاوي أكتر، وساعتها بدك تسقطي الضلوع قبل الورق ب7 دقايق. نعم ليه؟ لأنه بيستووا الورق دغري بيدوب. نعم اما الضلوع هن قاسيين اكثر بدك تقسميهم قسمين بتنزيلتهم بالاكله. نعم شو بتحبي تسالي؟ بدي تعطيني رسات للمناقيش بكشك. مناقيش بكشك اول شيء المناقيش بسمعك من التلفزيون. ايه تكرامي ميرسي. راح نشوف المقادير وبنرجع بنشرح. عم نتابع حلقتنا. هدى سكبت الفريكة وعم تسكب عليها قطع اللحمة اللي هي مثل بفتيك شقف. أنا هون عم قلي الكاجو بسمنة جولدن بليت. ودغري على الآخر بنحطها، يعني دغري بنقليهم ونقدمهم. ومثل ما قلنا هون بنترك بالآخر شوي صغيرة، يعني ما بنكتر من الأساس ماي لنخفف من خواص اللحمة، يعني نتف صغيرة لك شو ضل في ماي، نتف صغيرة من الزوم هو على البخار بيستووا وبيطلعوا طيبين. نقوي النار أكتر. هلا الكاجو عم نقليه، وفينا نحط محل الكاجو لوز، بتختاره او صنوبر، كل شخص حسب ما هو بحب العيلة او نفس الشيء. هلا يلا الكاجو يلا حطي البقدونس. ها
هالكاجو دغري بيطلع يعني مش مثل اللوز، اللوز بده أكتر. إذا بنسويهم بفرد واحد ما بنحط اللوز بالأول وبعدين بنحط الكاجو، ما بنحطه دغري مع بعضهم لأنه بسرعة الكاجو بياخد لون مش مثل ال. هلا الكاجو أخذ لون وكمية سمنة جولدن بليت قليلة، حطهم كلهم سوا عليها، مش بيجي بشيلهم صفيهم بهالطريقة، نفلشهم عليهم. يلا مش الحال حلقتنا لليوم يلي سويناها أنا وهدى هي فريكي بشرحات اللحمة. ميرسي هدى على معاونتك. طبقنا اليوم انتهى. منحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان ونشوفكم بحلقات جديدة.